واش ممكن شي واحد يخترق لي الهاتف ديالي عن بعد؟ هذا هو السؤال اللي تطرح. ممكن يخترق شي واحد عن بعد، ولكن تنقول لك عن بعد يعني ما صيفط لك ليا، ما تدخلي الليانات، ما تتنصالي شي حاجه. خويا امين، واش ممكن شي حد يهاكي ليا التليفون بلا ما يحتاج يثبت شي تطبيق في هاتفي؟ اختي الا واش ماشي انت اللي طرحتي عليا هذا السؤال في انستغرام؟ المهم انا هذا السؤال يلاه جاوبت، يمكن جاوبت عليه. واش ممكن شي واحد يخترق ليا الهاتف ديالي عن بعد؟ هذا هو السؤال اللي تطرح. ما عرفتش تنتيا نفس المهم، انا ما عقلش على السميه. واش ممكن يخترق شي واحد الهاتف ديالي عن بعد؟ اه ممكن يخترق شي واحد عن بعد، ولكن شكون انت وشكون هذاك اللي غيخترق؟ هادو جوج الاسئله تطرحوا. لانه شكون انت دابا؟ انت اختي الهام مثلا خطيبك بغى يخترق لك الهاتف، واش هاد خطيبك هذا باش يخترق لك هاد الهاتف هذا، خاص يكون هاد السيد هذا ديجا واحد ليكسبير في السيكوريتي، شي واحد المهم شي كراك زعما، يكون شي واحد عزيز عليه يخربق والو. واخا هاد السيد عندك ما تيخربقش، الو خصو يجيب شي حد، باش يجيب شي واحد خاصو يحط الفلوس. انا باش ندير هاد السيرفيس هذا خاصني بعدا ديجا بون غير انا بعدا خاصني نكون شاري واحد الطغره من الديب ويب، هذيك الطغره غنشريها بواحد 3000 دولار ولا 5000 دولار، عندك شي اللي بغيت نفاكتوري عليه، عندك شي اللي بغيت نحسب عليه، يعني انت هاد الالهام بغيتي تقمع لنا واحد 10 المليون لا واحد 5 المليون. ايوا راه 5 المليون اختي الا بغي يخترق بها راه يمشي يتزوجك، علاش ما نخترقك نمشي نتزوجك؟ واش فهمتي؟ هذا هو السؤال تطرح على جوج، شكون انت وشكون هذا؟ علاش نقول هاد الهضره كذلك؟ لانه فعلا في المكتب ديالي تنستقبل الناس اللي المهم عندهم واحد الوضع اجتماعي معين وتيتعرضوا، ولكن هادو راه الناس اللي هما فهمتي واصل عنده اعداء عنده، وسختو للاشاره هذا سختو في هادشي ديال اطرني هادشي ديال رجال الاعمال وهذا ويلي 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 الله العظيم لا تنسمع شي قصص وحق الرب المعبود ونبقى نشد في راسي. ماشي لا حنا ما تنخدموش مع السياسه، لا حنا غير رجال الاعمال. تلقى شي واحد اللهم بارك مع شي واحد اللهم بارك، وداك اللهم بارك مع اللهم الاخر تيعطي والاخر تيعطي، وداك الشيء شاب كاع عنده والله القسم. فهادشي اللي كاين اختي، اما هاد السيد ما غادي يعطيك 5 المليون، ما يعطي فيك 5 المليون، ما هذا ما غاديش يكون عنده شي طريقه باش يهاكك، حيت داكشي اللي في يوتيوب ما غاديش ينفعو، باش نجيك من الاخر ما غاديش ينفعو. اللهم الا كنتي معاه في شي شبكه نفس الشبكه ولا شي ممكن، ولكن اختي انت جالسه في داركم في كازا وفي الرباط بيراطيك الا ما تنقول لك عن بعد يعني ما صيفط لك ليا، ما تدخلي الليانات، ما تتنصالي شي حاجه، يعني هاد التليفون جات هكا جاي هاكي ممكن زعما ما صيفط لك شي حاجه تيليشارجيها تنصاليها في التليفون، تيليشارجي شي حاجه هادي مشكل. والله الا كنشكركم بزاف كاملين اللي كتابعوني، والله العظيم لا افتخر هكذا بمتابعتكم. عرفتوا علاش؟ لان اللي كيتابعني ماشي كيتابعني بوزبال، ماشي كيتابعني داك اللي مسالي راسو، الناس اللي كيتابعوني هما ناس اللي هما متقفين، ناس اللي هما واعيين، ناس اللي هما فريمون قلال بزاف في المغرب. فوالله العظيم كنشكركم بزاف وكنفتخر بكم، تنفتخر انكم صحابي خوتي كتابعوني بشكل يومي، فشكرا جزيلا لكم ولله يخطيكم عليا، تبارك الله عليكم وامسيه سعيده.